بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع المتابعين والمتابعات في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله سأشرح طريقة رسم زخارف هندسية بواسطة برنامج سكراتش، وذلك بطريقة سهلة وميسرة. لنبدأ الشرح. الآن نفتح برنامج سكراتش أولا، ثم سنقوم بإزالة هذا الكائن من خلال الضغط باليمين، ثم نختار حذف. بعد ذلك سأخذ كائنا جديدا، أضغط من منطقة الكائنات، ثم سأختار كائن مناسب لرسم زخارف مختلفة. إذن سأختار هذا الكائن أو هذا الشكل، ثم أضغط على موافق. الآن حصلت على هذا الشكل، ثم سأقوم بتصغيره بالضغط أكثر بهذا الشكل، ثم سأختار المقاطع البرمجية وأبدأ بالأحداث، ثم أنقر فوق هذه العلامة أو هذه اللبنة فأضعها في منصة الأوامر. عند نقر العلامة الخضراء يجب أن يقوم هذا الشكل أو الكائن بمجموعة من الأوامر. أول هذه الأوامر أن يتموضع في مكانه المحدد، إذن اذهب إلى موضع سين وصاد، وسأكتب هنا الموضع صفر صفر صفر، بحيث يتموضع في وسط الشاشة أو وسط المنطقة التي أعرض فيها العمل. عند الضغط الآن سيتموضع في وسط الشاشة. بعد ذلك سأضيف من حيث القلم، سأذهب إلى القلم، لأن في رسم الزخارف لابد من وجود قلم، وسيقوم هذا الشكل بدور القلم. إذن سأضغط من هنا أولا على مسح أو امسح، إذن دائما في البداية يجب أن يمسح الشكل ثم يعيد رسمه من جديد، ثم سأضغط على أنزل القلم، ثم سأضيف من التحكم أو عفوا من الحركة، سأضيف تحرك 10 خطوة، سأغيرها إلى 30 خطوة مثلا، ثم مباشرة بعدها سأضغط على أن يستدير لرسم هذا الشكل، ثم سأغير هذه الاستدارة من خلال العمليات بحيث يكون الشكل بشكل دائري 360 درجة. إذن سأقوم بتقسيم الدائرة بحسب الأضلاع. إذن سأكتب من هنا 360، وسأكتب هنا عدد الأضلاع التي أريدها في الشكل، أكتب مثلا 8، ثم سأضع هذه العملية مكان 15 درجة هنا بهذه الطريقة. الآن سيقوم برسم أو سيتحرك 30 خطوة، وسيستدير لرسم شكل أضلاعه 8، إذن 8 أضلاع. بعد ذلك سأختار التحكم، وسيكرر هذه الحركة التحرك والاستدارة لمدة تساوي عدد الأضلاع. إذن أختار من هنا كرر 10 مرة، وحولها إلى أن يكررها 8 مرات. الآن سنجرب بالضغط على الراية الخضراء. إذن الآن رسم شكلا ثمانيا كما تشاهدون الآن. الآن سأضيف بعض الأمور الأخرى أو بعض الأوامر الأخرى التي ستجعل هذا الشكل يكرر نفس الشكل لمرات عديدة. إذن سأقوم بنسخ هذا الأمر مضاعفة، سأضعه بالأسفل من هنا، ثم سنحاول أن نكرر هذه العملية كاملة لمرات أخرى. سأضيف مرة أخرى كرر لمدة 8،
مرات. إذن هنا دائما ألاحظ عندما أكتب هنا 8 أضلاع يجب أن يكون نفس العدد في عدد مرات التكرار. هنا كتبت مثلا 8، يجب كذلك أن تكون نفس عدد مرات التكرار 8 كذلك. أختار 8. الآن سنجرب بالضغط من هنا. جيد، إذن كما تلاحظون قمنا برسم هذا الشكل الذي قام برسمه برنامج سكراتش انطلاقا من مجموعة من الأوامر. سنضيف الكثير من الأشياء التي ستساعدنا في تزيين هذا الشكل أكثر وتغييره إلى أشكال أخرى. وأول شيء هو أن نقوم بجعل هذا الخط عريضا حسب الرغبة بالضغط على القلم، ثم هنا أجعل حجم الخط مساويا لواحد وأضعها في الأعلى بهذه الطريقة وأغيرها إلى 3 مثلا. نجرب مرة أخرى. نعم، كما تشاهدون الآن، إذا أردت أن أقوم بتكبير هذا الشكل حتى يكون أكبر فإنني أغير درجة التحرك أو خطوة التحرك 30، أجعلها مثلا 50 خطوة. نشاهد بهذه الطريقة كما تشاهدون الآن. الآن سنضيف ألوانا لهذه الزخرفة من خلال أن نغير من اللون، سواء في البداية مثلا أن أجعل هذا اللون مساويا للأزرق، وهنا أختار أي لون من الألوان كما تشاهدون الآن. عند التمرير هنا أختار أي لون من هذه الألوان، لدي هنا مجموعة من الألوان كما تشاهدون الآن، أختار مثلا هذا اللون. عند الرسم سيتم الرسم بهذا اللون. الآن كيف أجعل هذا الشكل متغير الألوان أو يحتوي على ألوان عديدة؟ من خلال أن أغير من هنا اللون، فأختار من هنا غير لون القلم بمقدار 10 وأضعه عند إعادته لرسم هذه الأشكال، فأختار من هنا مثلا 30 ثم أضغط وسيتم رسم شكل مختلف الألوان. كما يمكنني أن أغير من هنا عدد الأضلاع من هنا، أختار مثلا أن يكرر الشكل الثماني لمدة 15 مرة، وهنا نفس الشيء أختار 15 مرة. إذن هو شكل ثماني لكنه سيتم إعادته لمدة 15 مرة. نعم، كما تشاهدون الآن. هنا كذلك أختار مثلا شكل له 12 ضلعا، ونفس الشيء هنا 12، كما قلنا 12 12، ثم 15 15، ثم أختار الرسم بهذه الطريقة كما تشاهدون الآن. نعم، وهكذا يمكنني أن أقوم برسم أشكال عديدة. الآن سأقوم بإضافة التفاعل لرسم هذه الزخارف من خلال التحسس. أختار مثلا أسأل وأنتظر، ومكان السؤال أكتب مثلا ما هو عدد الأضلاع، مثلا عدد الأضلاع، ثم أختار الإجابة وهنا أغير عدد الأضلاع أضعها في المكان مثلا في مكان 15، ويمكن أن أضعها كذلك في هذا المكان وهذا المكان كذلك وهذا المكان في الأسفل. أنا سأختار المكان الأول ثم بهذا الشكل، ويمكن أن أختار جميع الأماكن بهذه الطريقة. إذن هنا الإجابة، إذن عندما أجيب إجابة سيتم رسم الشكل
الذي يوافق الإجابة. مثال: عند الضغط سيسألني عن عدد الأضلاع، وهنا سأكتب مثلا 8 وسأضغط على موافق وسيتم رسم هذا الشكل. أضغط مرة أخرى أختار 12 وسيتم رسم الشكل التالي كما تشاهدون الآن. وبهذه الطريقة يمكن أن أرسم أشكال كثيرة ومختلفة، وفي النهاية سأغير خلفية هذه الزخارف من خلال الضغط على الخلفية وأختار صورة من الصور من هذا المكان بهذه الطريقة. يمكن أن أختار أي صورة من هذه الصور، أو يمكن أن أقوم بتحميل هذه الصور من خلال الحاسوب. أختار مثلا هذه الصورة ثم أضغط على موافق وسيتم رسم أي شكل أطلبه بهذه الطريقة. أختار مثلا 10 ثم أختار موافق وسيتم رسم الشكل بهذه الطريقة. إذن بهذا نكون قد أنهينا هذا الشرح الذي من خلاله تعرفنا على طريقة رسم أشكال هندسية باستخدام برنامج سكراتش. نراكم إن شاء الله في حلقة أخرى وفي شرح جديد. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.